من لبنان بنروح لدبي مع أهم وأضخم الحفلات السنة دي، واللي جمعت لأول مرة نانسي عجرم بمحمد حماقي ونطيف زيتون، والحفلة كانت مميزة جدا. ده حقيقي فعلا، وكان واضح جدا في كلام نانسي عجرم ونطيف زيتون معانا وهما بيودعوا سنة فاتت وبيستقبلوا السنة جديدة. من صوت نانسي عجرم ونصيف زيتون نبدأ بهم سنة جديدة، واختيار النجمين دولة الإمارات لتكون هي وجهتهم في ليلة رأس السنة. نانسي غنت مجموعة من أجمل أعمالها الغنائية وسط أجواء تفاعلية كبيرة من جانب جمهورها اللي جاي يحضر الحفل من كافة أنحاء الوطن العربي. واختارت نانسي للحفل إطلالة رائعة بدت فيها بغاية الجمال والأنوثة. شاركت نانسي جمهورها على السوشيال ميديا أجواء الحفل ونشرت أكثر من صورة متمنية لهم سنة سعيدة. خبرينا 2017 كيف كان بالنسبة لنانسي؟ كانت بتحمل الحلو والمش حلو، مش على الصعيد الشخصي، على صعيد الظروف لبنان والعالم العربي. بس الحمد لله نحن دايما متفائلين بالأحلى ومتفائلين على طول بالخير. بروحها الحلوة وحبها للحياة كلمتنا نانسي عن أمنياتها للسنة الجديدة. أتمنى أنه سنة 2018 تكون حاملة مع كل الخير وتكون حلوة وتكون كل الناس يحققوا أحلام. بدي أعيد كل الشعب العربي بهالسنة الجديدة، وإن شاء الله تكون خير على لبنان وعلى العالم العربي كله. الحفل كان مليء بهتاف الجمهور ورقصاتهم اللي أشعلها صوت نصيف زيتون. و17 خبرنا كيف كانت السنة بالنسبة لك؟ الله شو بدي لك، السنة منيحة، السنة روعة. يعني أنا من أحلى سنين حياتي، خلينا نقول هي السنة مرت فيها عدة فترات، خلينا نقول عدة محلات، عدة محطات كانوا يعني هيك نقط بمسيرتي الفنية، نجوم أنا بفتخر فيها. طيب خبرنا شو أحسن شيء صار لك في 2017؟ لا مش لانك انت تونسيه وبقول لك على عايشك هي، بس انه صراحه قرطاج فضل على راسي كثير. نصيف بيجهز لألبومه الثالث، وما كان ينفع انه نشوفه من غير ما نساله عن سبب غياب الاغنيه الخليجيه عن ألبوماته. والله العظيم انا هيدي انا طامح لها القصه، بس دائما بدنا نعمل شيء مش لانه بدنا نعمل، بدي اعمل شيء كمان يكون انا اكون حابه والعالم تقبله مني. وغير الغناء كمان نصيف عنده مواهب ثانيه. انا كثير زهقت على الموضوع، بس بلاي ستيشن صعب حدا يخسرني. كمان بدي لكم ينعاد عليكم جميعا، ان شاء الله يا رب 2018 تكون سنه خير وسلام وصحه وعافيه.